الساعة 10 صباحا، بتظهر عربية من العدم في واحدة من أكتر المناطق المحظورة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد مطاردة من الشرطة للعربية دي، تم القبض على السائق، وهنا كانت المفاجأة. توماس ميرفي، واحدة من أخطر قصص السفر عبر الزمن. ٢٠١٢، كاميرات المراقبة بتكشف عن عربية ظهرت من العدم، ما كانش ليها وجود على الطريق، ومرة واحدة ظهرت وكانت ماشية بسرعة وبطريقة جنونية وغريبة جدا، وكانت ماشية في أكتر المناطق المحظورة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا كانت بجانب المنطقة 51 السرية. عربيات الشرطة اتحركت علشان توقف العربية دي وتعرف مين اللي دخل الشخص ده المنطقة دي، لكن الشخص ده كان بيجري بطريقة غريبة، وكان واضح عليه انه خايف منهم جدا. لكن بعد مطاردة استمرت اكتر من نص ساعة، تم القبض عليه. ولما نزل من العربية، كان باين على وشه علامات الذهول والتعجب، والحقيقة انه كان واضح عليه انه ما كانش فاهم هو ايه اللي حصل وايه اللي جابه هنا. وبدأت عمليات التحقيق مع توماس ميرفي، لكن الغريبة ان كل الاوراق الرسمية اللي كانت مع توماس، من رخصة قيادة أو باسبور أو إثبات هوية، مكتوب فيها تاريخ قديم جدا، مكتوب فيها سنة 1964، والورق الخاص بيه كان فيه معلومات كافية إن هم يعرفوا مين ده بالظبط. ومن خلال العنوان واضح إنه كان ساكن في مكان يبعد أكتر من 300 كيلو من المنطقة اللي اتقبض عليه فيها. وبدأت عمليات التحقيق والكشف عن كل المعلومات اللي بيقولها توماس، علشان الشرطة الأمريكية تحاول تفهم هو مين الشخص ده وإيه اللي جابه هنا. توماس قال في التحقيقات إنه حصل خلاف بينه وبين زوجته، وبسبب الخلاف ده نزل من البيت وخد العربية وكان بيتمشى شوية، وكان مقرر إنه هو هيرجع البيت بالليل يلم كل الحاجات الخاصة بيه ويسيب البيت ويمشي. لكن وهو ماشي في الطريق دخل نفق، وأول ما دخل النفق ده ومشي فيه شوية، بدأ يحس إنه هو فاقد السيطرة على العربية تماما، وفجأة اكتشف ان كل العربيات اللي حواليه اختفت، وظهر قدامه ضوء ابيض قوي. حاول يسيطر على العربية ويقف في مكانه، لكن للأسف معرفش يعمل اي حاجة. ومرة واحدة لقى نفسه في الطريق اللي الشرطة قبضت عليه فيه. الشرطة شككت في كلامه، وبدأوا يراجعوا اوراق توماس الرسمية، وبدأوا يروحوا للعناوين اللي موجودة في الاوراق الرسمية اللي كان قدمها لهم. المفاجأة ان هم لقوا ان فعلا العنوان ده مظبوط، ولما وصلوا لحد العنوان اكتشفوا ان عيلة توماس مش موجودة بقالها سنين، وان في بلاغ رسمي سنة 1964 باختفاء توماس، وان زوجته في المحضر بتقول انه بعد ما ساب البيت ونزل وخد العربية اختفى ومرجعش تاني. وبعد مدة من الزمن، الشرطة الامريكية في الوقت ده اعتبرت ان توماس متوفي او غائب. وبعد سنة بالظبط من الحادث واختفاء توماس تماما، الأسرة بالكامل عزلت وسابت البيت. كل الأوراق الرسمية اللي قدمها توماس الشرطة أثبتت أنها سليمة وصحيحة 100%، وما فيهاش أي عمليات تزوير تمت عليها، وإن برغم تاريخها القديم إلا إن شكلها وجودتها تدل أنها حاجة حديثة، يعني مش حاجة بقالها كل العمر ده وتأثير الزمن باين عليها. الشرطة الأمريكية اتأكدت ان كل كلمة توماس ميرفي قالها صحيحة 100%، وطلبوا ان هم يكملوا التحقيق مع توماس ميرفي تاني، وراحوا للمكان اللي تم احتجاز توماس ميرفي فيه. ولما دخلوا الغرفة اللي توماس ميرفي كان محجوز فيها، اكتشفوا ان هو اختفى تماما وملوش اي اثر تماما في الغرفة. حتى كاميرات المراقبة رجعوها، لكن الغريب ان مفيش حد خرج من الغرفة ولا دخل الغرفة، ومفيش أي حركة غريبة حصلت في المبنى اللي تم احتجاز توماس ميرفي فيه. الأغرب كمان إن هما لما نزلوا علشان يشوفوا العربية اللي تم التحفظ عليها، لقوا حتى العربية ملهاش أي أثر، وكأنها اختفت تماما من الوجود.
والحاجة الوحيدة اللي فضلت موجودة هو الأوراق الرسمية الخاصة بتوماس ميرفي اللي كانت موجودة في ملفات الشرطة وكان بيتم الاستعانة بيها في كل الخطوات اللي كانوا بيدوروا فيها على حقيقة توماس ميرفي. ولحد اللحظة دي مفيش أي أثر لتوماس ميرفي ولا حد يعرف هو راح فين أو اختفى فين، والتفسير الوحيد إن توماس تعرض لحالة من حالات السفر عبر الزمن. بس المشكلة الأكبر إن محدش يعرف توماس بعد اختفائه ده راح على فين أو انتقل لسنة كام. سلام عليكم.